ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الإجراءات التالية: سبسكرايب، لايك، كومنت، فيفورت. أنا الذي نظر العاشق إلى قدمي وأقربت مورا وغاتبا به ملله. أنا لي عارض المتعة في عالم القدم. أنا ميسي كبيرهم على صغري. قلت من أين لك هذا؟ قال رباني. قلت من أين أتيت بهذا؟ قال الأرجنتيني. قلت ما هذا العدد من الأهداف؟ قال هو جينات. قلت لماذا ستستمر يا ميسي؟ قال إجابتي ستكون بعد 30. سكت ثم أجهشت بالبكاء. منك لله يا ميسي. أين أنت ماشي؟ بلغة الغناء أنت موال، وبلغة الشعر أنت القافية، وبلغة القضاة أنت مجرم، وبلغة المعلم أنت أستاذ، وبلغة السياسة أنت رغم قابل للانفجار، وبلغة الكرة أنت الملك يا ليو. ويمشي ميسي صلح كرة الثاني. الله على الجولاثو. جولاثو 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 يا ميسي. بدكم فهاتوا عناوينكم وبراهينكم. مش ممكن يا ليو في ليلة كسر كل الحواجز. ميسي صنع، يتقدم ميسي ويسجل 1-0 للبرسا. أنا الذي نظر العاشق إلى قدمي وأطربت مورا وغاتما به ملله. أنا لي عارض المتعة في عالم القدم. أنا ميسي كبيرهم على صغري. مش معقول مش معقول. ميسي مش عادي، عنده رية ثالثة وحاسة سادسة وساق زايد ما يراهاش الناظرين. معذبهم يا معقدهم. مش ممكن في الثالث لبرشلونة. الديناميت الكتالوني. ميسي يتحرك، ميسي سيتكلم. انه الله الله يا ابن الارجنتين. الله ايها الكبير. الله على الساحر المثير. من اين لك بهذا؟ من اين جئت بهذا؟ من اين يا ابن البلاد الفضية بهذه القدم الذهبية؟ كأنها اسطورة اغريقية. اكتب يا برشلونية 1-1 من ليو لجابة الثانية صحيحة. سانجح في الاختبار، ساسعد في الامتحان، سامر في الاختبار يا ليو. بفضل هدف ميسي وبفضل هدف بلتال سجل الفريقين ومعهما سجل ليو الكبير. الله من ضربة، الله من فرجة، الله من فرحة. بكورة وكورة ولا بالأحلام. كورة يتكلم فيها الأبكم ويرى فيها الضرير.